الدائرة الحمادية وبلديتها الأربع العش، القصور، الرابطة والحماتسة الواقعة جنوب ولاية برج بوعريريج. زواياها تكتب تاريخاً وترسم معالم سياحية. أريد أن أدعو كافة السياح سواء في داخل الوطن أو خارج الوطن لزيارة هذا الموقع التاريخي الضارب بجذوره في التاريخ. هي فرصة حقيقية لمعانقة التاريخ بقرية القصور وقرية تاغزوت. السياحة الدينية بدائرة الحمادية متاحة، فالمنطقة تفتح منذ زمن ذراعيها لتحتضن طالبي العلم وحفظة كتاب الله من ربوع الوطن بما فيه أقصى الجنوب الجزائري. السياحة الدينية وجه من الأوجه السياحة اللي تتوفر عليها دائرة الحمادية على غرار زاوية الربيعيات، زاوية الرابطة، القصور وتازروت، واللي قلنا أن الدائرة تسخر بعدة مواقع سياحية تنتظر زيارة من طرف السياح اللي ندعوهم للتوافد بكثرة إلى دائرة الحمادية. حين تقصد بلدية الحمادية فإنك حتما ستجمع بين جنبات الزوايا شيئا من عمق التاريخ وتسترجع صور حضارة الحماديين، وفي هوائها الطلق ستتمتع بمناظر خلابة من على قمم الجبال ومن سفوحها.